بالنسبه كيف قلنا احنا المهرجان هذا باذن الله باش نعدوه مع عام جاي تنظيم خير. نحن الدور الاولى هذه بصراحه عملنا ضوابط باش تكون معناها مضبوطه، لكن تفاجئنا بكبر المهرجان وحجم الضيوف فهمني، خلينا صحيح متلبكين شوي، لكن نعدوه ان شاء الله عام الجاي مهرجان كبير برشا ويفوق التوقعات، وحتى باش يكون مهرجان دولي. بالنسبه لهذا المهرجان، بالنسبة لفعالية المهرجان ما شاء الله كيف يقولوا نحن الناس اللي جات معناها تحب تشارك وتحب كذا، الناس كلها فرحانة والناس كلها عاملة كيف، في حد ذاته هو ميزة النجاح. والحضور كذلك، الحضور زاد فاق التوقعات، نجم تقول تشوف معناها الكاميرا كيفاش معناها معبية البلاد بالناس، وهذه حاجة تفرح وتخلينا نمشي لقدام وتخلينا لقدام نعمل خطوات باهين في مجال الشركة الأهلية وفي مجال المهرجان. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.